أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صديقي يريد أن يبيع سيارة، فقلت له اذهب بها إلى حراج السيارات والقيمة التي تبلغها من الحراج سوف أشتريها بك، فهل هذا العمل شرعي؟ لا بأس به أن تقول: هذه السلعة أنا أريدها، أعرضها للزبائن للثوب، وآخذ الثوب أنا أزود عليه وآخذها به لأجل تعرف قيمتها، لا بأس بذلك، ليس في هذا ظلم لأحد ولا غش لأحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لكن لا يتزود على الثوب، فتأخذ هذا الثوب الأخير، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم أحدكم على ثوب أخيه، فإذا خرجت الثوب وزدت عليه فلا بأس أن تشتريه.